أهلا بكم في الحلقة الثانية من التحكم في تشغيل وإطفاء الأجهزة الكهربائية بكلمة مرور من حاسوب. دي تعتبر الحلقة العاشرة في السيريال كوميونيكيشن بروتوكول UART. والدائرة اللي هننفذها في فيديو النهاردة هي نفس الدائرة بتاعت الفيديو اللي فات، ياريت تسمعه الأول. اضغط على الحرف I هنا أو هنا، أو بص على الوصف أسفل الفيديو هتلقى اللينك. وفيها بعمل كنترول على أكتر من جهاز. الجهاز الأول هو موتر عادي، الجهاز التاني هو لامب، الجهاز التالت هو باز، باستخدام كلمة مرور. فكرة فيديو النهاردة أنا أخدتها عن ماكينة الصراف الآلي، وفيها اليوزر بيدخل البطاقة بتاعته، بعد شوية بيضغط على الباسورد، وبيضغط على 3 أزرار بس. يبقى اليوزر هيضغط على الباسورد بتاعته أيا كانت حروف أو أرقام، مش فارقة معايا هنا. اللي فارق معايا إن في 3 زراير هنا، الزرار الأول اللي هو الإنتر والكانسل والكلير. بعد ما اليوزر يضغط الحروف بتاعته الخاصة بالباسورد هيضغط على واحد من التلاتة، ما ينفعش يضغط على 2 ولا التلاتة مع بعض، بيضغط على واحد من 3 أزرار الإنتر. وقتها الباسورد بتدخل على المايكرو كنترولر جوه، بيعمل عليها تشيك هل هي صحيحة أم خطأ. لو صحيحة بيتابع تنفيذ الأوامر، لو خطأ بيظهر رسالة على الشاشة يقوله إن الباسورد غلط، رجاء إدخال أو إعادة إدخال الباسورد. ده في حالة إن أنت ضغطت على الإنتر. أما لو أنا ضغطت على الباسورد ولاحظت إن أنا بكتبها غلط، مش محتاج إن أنا أعمل إنتر، لا مباشرة أعمل كلير. كلير ده بيمسح الباسورد أو بيمسح الحروف اللي أنا كتبتها غلط. أما كانسل ده بيتم إنهاء العملية في أي وقت ويطلع البطاقة. وبالتالي في كود النهاردة وبرنامج النهاردة أنا هستخدم إنتر كعملية إدخال، هستخدم الباك سبيس كعملية مسح أو إعادة إدخال، ومعي سكيب لإنهاء الأوامر أو إنهاء البرنامج كلية. أول حاجة هيقوم المستخدم بإدخال كلمة المرور بشكل طبيعي أيا كان عدد الحروف، أيا كان عدد الحروف. وخلي بالك كل جهاز ليه باسورد خاصة بيه، وعدد الحروف الخاصة بيه مختلفة تماما عن الجهاز التاني، إلى أن يتم الضغط على أحد الأزرار الآتية. اليوزر هيضغط على زرار من التلاتة. لو ضغط على زرار الإنتر معناها إن أنت خلصت الباسورد. هتدخل على المايكرو كنترولر هعمل لها تشيك هل هي صحيحة. لو صحيحة هيتم تشغيل الجهاز المناسب، يعني أنا هتحكم في موتور، والموتور ده الباسورد بتاعته 1 2 12، فبالتالي لما أضغط 12 بعدها إنتر يبقى الباسورد دي خاصة بالموتور، يعمل تحكم على الموتور سواء يشغله أو يطفيه. أما إذا كانت كلمة المرور خاطئة فبتظهر رسالة على الشاشة يتم فيها طلب إعادة إدخال كلمة المرور الصحيحة. يبقى يتم طلب إعادة إدخال كلمة المرور الصحيحة، ده لو أنا ضغطت على إنتر بعد ما أكتب الباسورد. خلي بالك زرار التاني الباك سبيس من الكيبورد، وفيها ان انت لو كتبت الباسورد بتاعتك او الحروف والارقام بشكل غلط وعايز تصحح، مش محتاج اضغط على انتر واعمل لها تشيك، لا مباشره انا امسحها، الباك سبيس همسحها وبتظهر رساله طلب ادخالها من جديد. اما الزرار التالت وهو الاسكيب، لو انا ضغطت عليه بيتم اغلاق جميع الاجهزه. لو اي جهاز كان شغال من قبل كده بيطفيه، يبقى بيطفي كل الاجهزه وارجاع البرنامج لبدايه التنفيذ. ده في حاله ان انت عندك اجهزه كتير في البيت ومشغلها، هل هدخل الباسورد الخاصه بكل جهاز عشان اطفيه؟ لا طبعا. فمجرد ما انا اضغط على اسكيب، ممكن نسميها سويتش اوف زي اللي في الريموت كده، بيتم اغلاق الاجهزه كلها ورجع البرنامج لبدايه التنفيذ. ده البروتوس عندي الثلاث اجهزه، ادي الموتور اللامب وادي الباسر، وده المايكرو كنترولر زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت بك 18F4525، وده الفيرتشوال تيرمينال. اول حاجه في البدايه قبل ما انا اعمل اي حاجه بيقول لي بليز بريس اس تو ستارت، فانا لازم اضغط على حرف الاس عشان يعمل ستارت. نفترض واحد مش واخد باله ضغط على حرف دبليو غلط، بيقول له ايه رونج بليز بريس اس تو ستارت، لازم اضغط اس عشان يبدا. فنضغط له اس، اس كده دخلت صح، وخلي بالك تبقى سمول، بيظهر لي رساله ترحيبيه ويلكم، وبعد كده بيقول لي بليز انتر ذا باسورد. لو انا عايز اتحكم في الموتور يبقى انا هضغط 12، الباسورد هنا هتبقى ظاهره قدامك على الشاشه عشان تشوف. في نهايه الفيديو انا بحولها لنجوم بخفيها، فانا دلوقتي هخليها ظاهره قدامك عشان تشوف انا بكتب ايه من الكيبورد. انا هكتب 12 الباسورد خاصة بالموتور، عشان يتم التحكم في الموتور لازم اضغط بعدها انتر. انا هضغط انتر، خلي بالك انتر ما ظهرتش هنا، شغل الموتور وقتها ظهر جمله موتور تيرنز اون، يعني هو فعلا شغال في الهاردوير. لو انا كتبت 12 تاني هيطفي الموتور، لو كتبت لامب هضغط انتر هشغل اللامب، لامب تاني هيطفي اللامب ولامب تيرنز اوف. لو شغلنا البازر، البازر بي يو زد زد اي ار انتر. لو انا عايز اكتب 12 عشان اتحكم في الموتور وكتبت 13 بدل 12، كتبتها غلط، هضغط انتر. اول ما تضغط انتر بيقول لي بليز انتر ذا كوريكت باسورد. دي ايه سببها؟ سببها ان انت اصلا ضغطت الحروف وكتبتها غلط فدخلتها، فبيعمل لك تشيك بيقول لك ان هي غلط، بيقول لك من فضلك دخل الباسورد الصحيح. طب نفترض ان انا كتبت كده 1 2 4 5، الباسورد دي غلط وانا عارف انها غلط، فانا بدل ما اضغط انتر لا اضغط على باك سبيس، مباشره هيقول لي بليز انتر ذا باسورد زي الكلير اللي موجوده في ماكينه الصرف الآلي. تمام، في اي وقت لو انت مشغل جميع الاجهزه هنشغلهم كلهم 12 لامب
الاتنين شغالين اهو، انا مش هشغل البزر عشان صوته مزعج شويه، انا في اي توقيت وعايز اطلع من البيت، فانا هقعد ادخل الباسورد الخاصه بكل جهاز عشان اطفيه؟ لا طبعا. اعمل ايه؟ هضغط على اسكيب هتلقى طفى كله. في نفس الوقت بيقول لي ايه؟ all devices turn off، وبعد كده رساله ترحيبيه من جديد، بدايه البرنامج من اول، بليز بريس اس تو ستارت، وبيوقفك هنا، بيحتاج اس عشان يعمل عمليه ستارت من جديد. تمام، دي كانت فكره البرنامج. تعال نشوف الكود مع بعض. انا عندي موتور ولامبو بزر معرفهم على دي 0 دي 1 2 بهاش ديفاين. اول حاجه لازم تبقى عارف الكود بتاع النهارده مختلف تماما عن الكود بتاع الفيديو اللي فات. هنا الباسورد الخاصه بكل جهاز مختلف عن الثانيه، في من ناحيه العدد ومن ناحيه الكاركترز ايا كان. فبالتالي الموتور عندنا حرفين 12، اللامب عندنا 4، البزر عندنا 6 حروف، وممكن انت عندك سماحيه تختار اي جهاز من ناحيه العدد ومن ناحيه الباسورد وكل حاجه. فعشان اشتغل في كود النهارده اشوف الباسورد بتاعتي هنا كام باسورد؟ 3. اشوف اكبر باسورد من حيث عدد الحروف، هنا هتلقى البزر عددهم 6. يبقى لما اجي استخدم الاري اللي اسمها ريسيف عشان احفظ فيها الباسورد، لازم يكون عدد البايتس بتاعتها اكبر من اكبر باسورد. يبقى عدد الكاركترز بتاعتها لازم يبقى اكبر من اكبر باسورد عندي. تمام، يعني الباسورد هنا فيها 6 حروف، يبقى ريسيف هنا ممكن استخدم 7 8، انا خليته 10. يبقى الباسورد عندك الاول هتكتبهم وتشوف اكبر عدد حروف في انهي باسورد فيهم، وقتها الريسيف يبقى اكبر منها. لو كان ده 6 يبقى هنا تختار 10، ولازم يبقى كار. هستخدم متغيرين اكس واي، والانيشال بتاعتهم هديهم 0، هيبقى نوعهم انسايند شورت. هستخدم نيو لاين كتير في البرنامج، ودي الداله الخاصه بالنيو لاين شرحناها قبل كده كتير. هعمل كلير للاري دي، الاري دي فيها 10 بايت، فانا هستخدم 4، الاكس تساوي 0 واكس عندي اقل من 10، ممكن تكتبها اكس اقل من 10 او اكس اقل او تساوي 9. ليه انا كتبتها اكس اقل من 10؟ عشان لما تحب تغير في الكود بعدي مباشره تغير 10 دي، عايز تغير 10 كلها في البرنامج، خليها ايه 20 30 براحتك بناء على الباسورد اللي انت مستخدمه عشان ما تتلخبطش. يبقى اكس اقل من 10 ل 10 اللي هي، او ممكن اقول اكس اقل او تساوي 9 صح برضه. هعمل ريسيف اوف اكس بيساوي 0 عشان اصفر كل اللوكيشنز اللي موجوده في الاري دي عن طريق داله 4 اللي هنا دي. وقلنا اكس من 0 لغايه 9، لان اكس اقل من 10 يعني معناها 9، واكس بلس بلس في كل مره، وسميت الداله اسمها كلير ريسيف. الداله دي هستخدمها او اقولها بعد شويه. هروح للفويد مين 3 دي، ده اللي انا موصل عليه الاوتبوتس بتاعتي، موتور اللامبو البزر. يبقى انا قلت بيساوي 0، طفي كل حاجه في البدايه. هستخدم اليو ارت، يبقى عملت له انيشاليزيشن. هطبع جمله افتتاحيه في الاول، بليز بريس اس تو ستارت، وبعدها مباشره عامل انتر، انتر باك سلاش ان باك سلاش ار. لو عملنا رن من جديد تلقى الجمله الافتتاحيه بليز بريس اس تو ستارت، هتلقى الكورسر واقف فين؟ بص هنا واقف تحته. فانا بعد ستارت عملت انتر مباشره عشان يستقبل الحرف في بدايه السطر اللي بعده. للاسف هو مش هيتحرك من هنا الا لما تضغط له اس، يعني اضغط له اس الاول عشان يعمل ستارتنج للبرنامج. لو انت ضغطت اي حرف غلط هيقول لي رونج، بليز بريس اس تو ستارت، جي هيقول لي رونج برضه، لازم تضغط له اس. لما اضغط له اس اللي يحصل؟ ويلكم بليز انتر ذا باسورد، يعني دخل الباسورد للجهاز اللي هتتحكم فيه. يبقى اعمل انديليس لوب 4، ادي الكوست بتاعها. اعمل ريد للداتا، هل في داتا ولا لا؟ لو في داتا اعمل لها ريد، احطها في ريسيف اوف 0 بس وليست اي. ليه؟ لان انت هتستقبل كاركتر واحد، يبقى انت هتستقبل كاركتر واحد سواء اس دبليو جي ان كان، هو كاركتر واحد، فانا احطه في ريسيف اوف 0 بس مباشره، اعرضه على السيريال، اوريه لليوزر، اقول له انت بتكتب ايه. بعد ما انا اكتب الحرف اعمل نيو لاين، اروح اعمل تشيك، هل ريسيف اوف 0 ده بيساوي اس؟ خلي بالك بين سنجل كوت، لان هو اللي جايك ده كاركتر. لو سوى اس مباشره صفر ريسيف اوف 0، لان كان في حرف اس من قبل كده، فلما هنزل في الكود تحت هيبقى في قيمه اس، لا طبعا هصفر. واعمل بريك، البريك دي يطلع من بره فور، دي اندلس لوب مش هيطلع منها، ايه اللي طلعه منها؟ بريك. فاقول له لو ريسيف اوف 0 ده سوى اس، يبقى يعني هتعمل حاجتين، هتصفر ريسيف اوف 0 وهتعمل بريك تطلع بره مين؟ بره فور. طب نفترض الحرف اللي جاي ما كانش اس، كان اي حاجه تاني غير الاس، يبقى هو لو سوى اس هينفذ لفوق، الس لو ما سواش اس، يبقى الس خاصه باف دي، اف بتقول لو سوى اس، يبقى الس بتقول لو ما كانش سوى اس. يبقى مباشره اطبع على الشاشه رونج بليز بريس اس تو ستارت، وبعدها مباشره اعمل انتر عشان يطبع الحرف في السطر الجديد. اتمنى تكون مفهومه. يبقى فور الاولانيه دي اندلس لوب، هيطلع منها في حاله واحده، لو كان الكاركتر اللي جاي ده عباره عن اس، ما انساش اصفر ريسيف اوف 0 لان هيبقى في حرف اس قبل كده. بعد ما يطلع من فور، يبقى اروح اقول له الجمله الترحيبيه بتاعتي ويلكم. خلي بالك الجمله الترحيبيه دي بره فور، يعني اول ما يعمل تشيك هل في اس، تمام، يبقى يطلع بره فور، يروح ينفذ دي، يطبع الجمله الترحيبيه ويلكم، بعد ويلكم يعمل نيو لاين، يطبع الجمله الترحيبيه بليز انتر ذا باسورد، ويعمل انتر زي ما احنا شايفين. انا طبعت اس، بعد كده ويلكم، بعد كده بليز انتر ذا باسورد، وبين كل واحده والثانيه عامل نيو لاين اهو اوتوماتيك. خلي بالك حتى بعد الباسورد هنا عامل نيو لاين. هروح لفور ثانيه عندي الاسلوب برضه، اقرا
الباسورد بتاعتي. في البدايه اعمل تشيك هل في داتا ولا لا، لو في داتا اقراها كاركتر كاركتر يوارت 1 اندرسكور ريد واحطها في ريسيف اوف اي، لان انا هخزن باسورد عباره عن اري، يبقى احطها في ريسيف اوف اي، والاي الانيشال بتاعها كام؟ 0، هو الانيشال بتاعته 0. فانا اجي هنا طبيعي ان انا اكتب، هتكتب يبقى الكود هيتنفذ طبيعي لغايه ما تضغط على يا اما انتر يا اما باك سبيس يا اما اسكيب. يبقى انا بكتب طبيعي لغايه ما اضغط على انتر او باك سبيس او اسكيب، فبالتالي عندك هتنفذ واحده من الثلاثه، يا اما الكود الخاص بانتر يا اما الكود الخاص بالباك سبيس يا اما الكود الخاص باسكيب. اكتب الحكايه دي في الكود ازاي؟ لو عايز اختار ما بين اكتر من اختيارين ما ينفعش معي الا اف الس اف الس. طب لو كانوا اربعه يبقى اف الس اف الس اف الس. يبقى انا هنا هعمل تشيك هل الريسيف اوف اي دي جايه عباره عن الباك سبيس، لو هي الباك سبيس هتنفذ الكود بتاعها الس اف، او هل الريسيف اوف اي دي جايه عباره عن الاسكيب يبقى وقتها هنفذ الكود الخاص بالاسكيب، او اللي جايه دي عباره عن انتر يبقى نفذ الكود الخاص بانتر. طب لو انت ما ضغطتش على الباك سبيس ولا ضغطتش على الانتر ولا ما ضغطتش على الاسكيب ينفذ ايه؟ ينفذ الس الاخير اللي هنا إلس. يبقى الطبيعي ان انت بتكتب على الكيبورد يبقى هياخد القيمه دي مباشره هيعرضها على السيريال، يبقى هيطبع على السيريال ريسيف اوف اي، وهيزود اي في كل مره، يرجع تاني الاي بي 8 بواحد هيقراها ويحطها في ريسيف اوف 1، هيعمل تشيك هل اللي جايه دي عباره عن انتر؟ لا. اللي جايه عباره عن سكيب؟ لا. اللي جايه عباره عن باك سبيس؟ لا. فينزل على إلس الاخير، يبقى يطبع القيمه على السيريال ويزود اي وهكذا لغايه ما يجي له انتر. لو الحرف اللي بعد كده ريسيف اوف اي ده سوى انتر، خلي بالك انتر اكتبه ازاي؟ الجدول ده عباره عن اسكي تيبل وده شرحناه قبل كده، العمود الخاص بكار ده المفاتيح اللي موجود على الكيبورد اللي هو كار ده. لو انا عايز اكتبه في الكود بكتبه بحالتين، يا اما هيكسا يا اما ديسيمال، عندي ثلاث مفاتيح اللي هما الباك سبيس، ادور على الباك سبيس اهو، عايز اكتبه في الكود انا ما اعرفش اكتب باك سبيس في الكود، يبقى اكتب 8. يبقى اقول له لو الحرف الجاي بيساوي 8 يبقى وقتها ده الباك سبيس، لو الحرف اللي جاي عباره عن دي يبقى ده اسمه انتر او كارج ريتير. خلي بالك 8 بالهكسا هي 8 بالديسمال، دي بالهكسا هي 13 بالديسمال، او الحرف اللي جاي عباره عن اسكيب اللي هو 1 بي او بالديسمال 27. طب لو انا مش عايز اكتبها ارقام، او ممكن تكتبها بالطريقه الثانيه، الباك سبيس ممكن اكتبها في الكود بتاعي عباره عن باك سلاش بي، الكارج ريتير اللي هي انتر ممكن اكتبها باك سلاش ار، الاسكيب ممكن اكتبها باك سلاش اي. يبقى انا لما اجي اسال على الحرف او ريسيف اوف اي هل بيساوي انتر؟ انتر بكتبها باك سلاش ار بين سنجل كود. ممكن انت تمسح الجزئيه دي خالص اللي هي مظلله دي كلها واكتب 13 بتساوي انتر برضو من الجدول الاولاني، او ممكن اكتبها 0 اكس 0 دي بالهكسا. يبقى الانتر بتتكتب بثلاث حالات، لو ديسيمال اكتبها 13 مباشره بدون سنجل كود، لو عايزها هيكسا اكتبها 0 اكس 0 دي بدون سنجل كود، لو انت عايز تكتبها بالباك سلاش يبقى تكتبها بين سنجل كود كده باك سلاش ار، دي معناها انتر. لو ضغط على انتر معناها انه خلص كتابه الباسورد، لو انا كتبت 12 هضغط انتر بعدها، لو انت ضغطت على انتر معناها ان اليوزر خلص الباسورد، اروح اعمل عليها تشيك هل هي صحيحه ولا لا، ولو صحيحه يا ترى خاصه بالموتور ولا باللامب ولا بالبزر. يبقى عندي اربع احتمالات، اول حاجه هل هي صحيحه وخاصه بالموتور، هل هي صحيحه وخاصه باللامب، هل هي صحيحه وخاصه بالبزر، هل هي خاطئه. يبقى انا هختار واحد من الاربعه، مستحيل ان انا انفذ اثنين من الاربعه في توقيت واحد، يبقى انا هختار واحده من الاربعه، يبقى استخدم اف الس اف الس بار. يبقى اجي هنا هعمل تشيك اف هل الريسيف اوف 0 ده بيساوي 1 اند ريسيف اوف 1 بيساوي 2، معناها دي ان الباسورد دي خاصه بالموتور. يبقى اقول له هنا جوه الس اف اللي هنا بعد ما انت ضغطت انتر اروح اعمل تشيك على الباسورد نفسها هل هي بتساوي 12، يعني سيف اوف 0 بيساوي 1 سيف اوف 1 بيساوي 2، يبقى مباشره اعمل نيو لاين لان انت طبعت 12، يبقى مباشره ينزل سطر جديد، اصفر الاي لان بقي الاي فيها قيم من قبل كده بقيت مثلا ب 2 3 فلازم اصفرها عشان ارجع الاندكس من للبدايه، لازم اصفر الاري لان الاري فيها 12 عندي فلازم امسحها، اروح اعمل توجل للموتور، الموتور عندي هنا توصل على دي 0 اعمل له توجل، هو الانيشال بتاعته 0 لما اعمل له توجل هيبقى بواحد، بعد ما انا اشغله اروح اعمل تشيك على الموتور نفسه هل الموتور بيساوي يساوي 0، لو كانت حالته ب 0 يعني بعمل تشيك على الموتور دي بعد ما انا خزن فيها القيمه الجديده اروح اعمل عليها تشيك هل بتساوي 0، يبقى اروح اطبع على السيريال موتور تيرنز اوف وبعدها اعمل نيو لاين، إلس غير كده او الموتور معناه قيمته بتساوي 1 يبقى اطبع على الشاشه موتور تيرنز اون واعمل نيو لاين. يبقى الكلام ده لو الباسورد خاصه بمين؟ خاصه بالموتور اللي هي جايه 12، يبقى انفذ الكلام ده، يا اما الباسورد اللي جايه خاصه باللامب اروح اعمل تشيك إلس اف، ما ينفعش
هنا اف زي ما قلنا وشرحنا في الفيديو اللي فات، طول ما انا بختار اختيار واحد من اكتر من 2، اختيار من 3، اختيار من 4، اختيار من 5، يبقى لازم استخدم اف else if else. يبقى اجي هنا الحاله الثانيه اقول له else if هل receive of 0 بيساوي ال، اند لان كلمه لامب لازم تبقى كامله على بعضها، اند receive of 1 بيساوي الاي، receive of 2 بيساوي ام، receive of 3 بيساوي بي، اعمل ايه؟ اعمل نفس اللي انا عملته فوق، اعمل النيو لاين معناه انه كتب الكلمه، لازم انزل سطر جديد، لازم اصفر الاي لان الاي بي فيها عدد من قبل كده، اعمل كلير للريل استقبالا للباسورد اللي بعد كده، امسك اللامب الانيشال بتاعها كان 0 اعمل لها توجل اخليها بواحد، واعمل تشيك على اللامب هل بتساوي 0، يبقى اطبع على الشاشه لامب تيرنز اوف، لو else معنى كده ان اللامب قيمتها بواحد اطبع على الشاشه لامب تيرن اون، واعمل النيو لاين في كل مره. الاحتمال الثالث ان الباسورد اللي جايه خاصه بالبزر، والباسورد دي مكتوب فيها كلمه بزر، يبقى اعمل else if receive of 0 بيساوي البي، receive of 1 بيساوي اليو، receive of 2 بيساوي زد لان كلمه بزر مكتوبه اهو قدامك، receive of 3 بيساوي الزد الثانيه، receive of 4 بيساوي الاي، receive of 5 بيساوي ار، يبقى الباسورد لو كانت بالشكل ده يبقى اعمل النيو لاين برضه واصفر الاي واعمل كلير لريسيف واروح اعمل توجل على البزر، البزر الانيشال بتاعته 0 اعمل له توجل اخلي البزر بواحد، البزر اللي هنا ده القيمه النهائيه اعمل عليها تشيك هل البزر بيساوي 0، يبقى اطبع على الشاشه بزر تيرنز اوف واعمل نيو لاين، ايلس اطبع على الشاشه بزر تيرنز اون واعمل نيو لاين. طب نفترض ان الباسورد اللي جايه دي بعد ما انا ضغطت انتر، الباسورد اللي جايه مش خاصه بالموتور ولا خاصه باللام ولا خاصه بالبزر، يبقى معناها كده ان الباسورد اللي جايه غلط، راح اقول له ايلس مباشره معناها ان الباسورد اللي جايه رونج، اعمل نيو لاين واصفر الاي واعمل كلير للريسيف اللي هي الاري واطبع له على الشاشه بليز انتر ذا كوريكت باسورد واعمل نيو لاين بعدها استعدادا للجمله او الكلام اللي بعد كده. يبقى ده كله في حاله مين؟ الانتر. يبقى انت لو ضغطت على انتر هيعمل تشيك للباسورد خاصه بالموتور، خاصه بالبزر او اللام، لو ما كانتش خاصه باي واحده من الثلاثه اللي فوق يبقى هينفذ else، معنى كده ان الباسورد اللي جاي غلط. طب ده كله لو انت هتعمل تشيك على الانتر. طب لو انا هعمل تشيك على الباك سبيس، ما احنا قلنا هيقرا الداتا وهيخزنها في ريسيف اوف اي، لو ريسيف اوف اي ده كان باك سبيس يبقى اجي فوق في البدايه اعمل تشيك هل هي عباره عن باك سبيس، قلنا الباك سبيس عباره عن باك سلاش بي، او ممكن تكتبها 8 بالديسيمال او 0x08 بالهكس. طب لو كانت باك سبيس اعمل نيو لاين اصفر الاي لان الاي كان في قيم من قبل كده، امسح الاري لان كان في قيم غلط لان انت دخلت الباسورد غلط، واطبع على الشاشه بليز انتر ذا باسورد، وما اقولهوش هنا بليز انتر ذا كوريكت باسورد. ليه؟ لان اليوزر هو فعلا مدخل الكلمه غلط وهو عارف انه غلطان وضغط على اسكيب عشان يصلحها، فانا ما اقولهوش بليز انتر ذا كوريكت باسورد هنا، لا اقول له بليز انتر ذا باسورد وبعد كده اعمل انتر. الحاله الثانيه بعد كده else if ممكن اللي جايه له دي عباره عن اسكيب، اسكيب دي ممكن اكتبها ب 27 بالديسيمال او 0x1b او ممكن اكتبها باك سلاش اي، بس في الحقيقه لو انا كتبت هنا باك سلاش اي وجيت انفذ الكود على البروتوس، لما اضغط على اسكيب على البروتوس البروتوس نفسه بيوقف بيعمل ستوب، لان اسكيب على البرنامج البروتوس بيوقف لي برنامج البروتوس نفسه، لكن لما اجي انفذ عملي لازم احطها باك سلاش اي في التنفيذ العملي لان انا بضغط على اسكيب بتاعت الكمبيوتر والبروتوس مش هيبقى شغال، انا بنفذ عملي احط كده باك سلاش اي واضغط وقتها على اسكيب هيتنفذ عملي معاك وزي الفل. فانا بحل المشكله دي ازاي على البروتوس؟ بحط ايه مثلا علامه سلاش، فبقول له هل الريسيف اوف اي ده بيساوي سلاش، اعتبرها الاسكيب عندك، يبقى اعمل النيو لاين برضه واصفر الاي واعمل كلير للريسيف واطبع على الشاشه اول ديفايسز تيرن اوف واعمل النيو لاين. طب هو انت اصلا طفيت الاجهزه عشان تقول له على الشاشه اول ديفايسز تيرن اوف؟ نفترض انها كانت شغاله قبل كده، مفيش امر هنا بيقول لك في الاجهزه، داخل الالس اف اللي هنا مفيش امر بيقول ان انا اطفي الاجهزه، ان بورت دي بيساوي 0، اللي هيخليني ان انا اطفي الاجهزه اقول له جو تو ستارت، كلمه ستارت دي، ستارت دي موجوده فين؟ هتلاقيها بص كده ستارت فوق بعد الفويد مين على طول، ستارت نقطتين ده معناه المكان بتاع ستارت، وقتها هخلي تريس دي ب 0 وهيخلي بورت دي بزيرو، يعني طفي كل الاجهزه اللي شغاله، وهيرجع تاني هنا هيعمل تشيك على الداتا وهيقرا الداتا وهيستنى منك ليه لما تضغط على الاس هيروح داخل في الجود بعد كده تاني. يبقى انا لما اضغط على سلاش مباشره هيطبع اول ديفايسز تيرن اوف هيعمل انتر، بعد كده جو ستارت هيروح ستارت فوق هيطفي كل الديفايسز عندي وهيطبع الجمله دي على الشاشه بليز بريس اس تو ستارت وهيعمل انتر، هيستنى منك حرف اس، لو ضغطت على اس هيروح يطلع بره فرضيه وهيطبع كلمه ويلكم ويبدا البرنامج، لو ما ضغطتش على اس هيستنى منك اس لان دي اند لوس لوب، غير كده مش هيطلع من البرنامج. البرنامج ببساطه ان هو في اند لوس لوب الثانيه بيعمل تشيك للداتا وبيقراها، انت مش ضاغط على باك سبيس ولا ضاغط على
اسكيب ولا ضغط على انتر هيروح ينفذ else الاخيره، لان انت شغال اف else اف هيروح ينفذ else اللي هنا دي، هيروح يعمل يعرض القراءه على السيريال مره تانية. طب انا مش عايز اعرضها، انا عايز اطبع ستار، يبقى اقول سنجل كوت ستار سنجل كوت هنا عشان ما يطبعش الكلمه او الحرف، لا يطبع ستار ويزود الاي في المره الجايه خليها بواحد. هيروح يرجع تاني، هيرجع هنا لان عندي السلوب فور اهو، يعمل تشيك على الداتا، هل في داتا؟ اه ده الحرف اللي بعده، يبقى هيقراه ويحطه في ريسيف اوف واحد. هعمل عليه تشيك، هل هو باك سبيس؟ طب هل هو اسكيب؟ طب هل هو انتر؟ لا، روح تاني الالس الاخيره ويقرا الحرف اللي بعد كده ويزود الاي وهكذا لغايه ما انت ايه تخلص الباسورد بتاعتك. يبقى بعد ما تخلص يبقى انت هتضغط على سويتش واحد من الثلاثه. لو انت ضغطت على الباك سبيس هقول له اعمل نيو لاين وامسح الاي واعمل كلير ريسيف واطبع الشاشه بليز انتر باسورد، يا اما تضغط على اسكيب معناها كده ان هو لازم يوقف كل الاجهزه. يبقى اعمل نيو لاين واصفر الاي واعمل كلير ريسيف واقول له ان اول ديفايس تيرن اوف باك سلاش ان باك سلاش ار يعني انتر وجو تو ستارت اللي هي الانيش. يا اما الحرف اللي جاي انت ضغطت على انتر، انتر دي معناها ان انت دخلت الباسورد، فهيعمل لها تشيك هل هي صحيحه او خاطئه. طب لو صحيحه يا ترى خاصه بالموتور ولا البازر ولا اللامب؟ عشان كده لازم استخدم هنا برده اف الس اف الس اف الس. لو الباسورد اللي جايه بعد ما تضغط انتر لو اللي جايه ب 12 يبقى اعمل الانشاليزيشن بتاعتي، اعمل توجل للموتور واعمل تشيك على الموتور نفسه واعرض الجمله المناسبه دي. اما الباسورد اللي جايه لامب يبقى اعمل تشيك على الباسورد الخاصه بلامب واعمل ريسيت عنه، وبعد كده اعمل توجل للامب واسال على اللامب واطبع الجمله الخاصه بيه سواء كانت شغاله او طافيه بناء على حالتها. او الباسورد اللي جاي عباره عن البازر، اعمل تشيك هل الباسورد اللي جاي عباره عن البازر، اعمل انشاليزيشن، اعمل توجل للبازر واجي هنا اعمل تشيك على البازر واطبع الجمله المناسبه لحالتها. لو ما كانتش ولا واحده من الثلاثه معنى كده ان الجمله غلط او الباسورد غلط. لو غلط يبقى اعمل انشاليزيشن واطبع على ليس انتر ذا كوريكت باسورد، لان اليوزر دخلها ومش عارف انها غلط، اقول له لا ده غلط دخل الباسورد الصحيح. بصوا كده هتلاحظ ان الجمل المكرره نيو لاين والاي بتساوي زيرو كلير اندرسكور ريسيف مكررين دول كل مره. فنعمل ايه؟ اجي فوق اعمل فانكشن ثاني هسميها اندرسكور ريسيتنج يعني اعاده ضبط. هحط فيها ايه؟ احط فيها الثلاث اجزاء المكررين عندي في كل مره، النيو لاين والاي تساوي زيرو كلير. بس خلي بالك النيو لاين دي فانكشن، طول ما انا هستدعيها داخل فانكشن ثانيه يبقى لازم الريسيتنج تبقى تحتها. يبقى انت النيو لاين فوق الريسيتنج كتبتها تحتها ليه؟ لان هي بتستدعى الفانكشن اسمها نيو لاين من فوق، كلير ريسيف برضو دي هستدعيها من فوق. طول ما الفانكشن هتبقى داخل داله جديده وانت بتستدعيها من فوق لازم تبقى الفانكشن الجديده دي تبقى تحته. لو انا خدت الفانكشن دي وخليتها فوق كده هتطلع غلط. عشان كده هننقى التلات اسطر دول اللي انا معرفهم فوق في الداله، فانا امسحهم كده واستدعى الداله بتاعتي. هتبقى نفس التلات اسطر مكررين عندي، التلاته دول مكررين برضو، والتلاته دول نفس التلاته هنا مكررين، والتلاته دول برضو كده. الكود بقي منظره احسن واشيك طبعا. لو خدتوا بالكم هتلقاني ان انا ايه مش كاتب كلهم، الاسطر كلها مش بادئه من نفس النقطه، معناها اف دي داخل فور دي واف هنا والس اف هنا داخل اف دي. عشان كده بعمل ترحيل للاسطر عشان يبقى المنظر العام للكود كويس، ان انا لو قريته لوحدي بعد كده افهمه. الس اف دي معناها جواها اف والس اف الثانيه وهكذا، يعني الجزء ده داخل الس اف اللي هنا. نعمل بيلت رن من جديد، بليز بريس اس تو ستارت. هنضغط اي حرف غلط، اضغط اي حرف مثلا الاي، الاي لازم يظهر هنا ان الحرف البدايه هيظهر. هقول لي رونج اكتب اس صح، الاس هكتبها كابيتال برضه رونج، لازم الاس تبقى سمول. اول ما اتكتب الاس سمول على طول ويلكم بليز انتر باسورد، هنكتب الباسورد بتاع الموتور 1 2. خلي بالك ظهرت ستار نجوم هنا انت مش شايفها اهو، هضغط انتر الموتور اشتغل اهو. اللامب اضغط انتر شغل اللامب. هكتب اي باسورد عندي مهما كان طولها هضغط انتر، يبقى انا كتبت باسورد وطلعت غلط وضغطت انتر، بيقول لي بليز انتر ذا كوريكت باسورد، لان الباسورد اللي انا دخلتها فاكرها صح وهي طلعت غلط. طب انا بكتب باسورد اهي في اي وقت انا عايز امسحها واعيد كتابتها، يبقى اضغط على باك سبيس بليز انتر ذا باسورد لان انا عارف انها غلط وانا اللي مسحها. قلت لكم الاسكيب ليه مش هتنفع على البروتوس، انا لو ضغطت على اسكيب هتلاقي يوقف البرنامج. هضغط على اسكيب، بصوا كده عمل ايه هنا اهو، وقف البرنامج. اسكيب تاني وقف البرنامج خالص. خدتوا بالكم؟ يبقى اسكيب في البرمجه صح، بس تيجي تنفذها على البروتوس هيوقف البرنامج، مش هيوقف الكود ده، لا هيوقف البرنامج بتاع البروتوس. نعمل رن تاني، مش هنضغط على اسكيب المره دي. يبقى ادي اس بعد كده مثلا 1 2 الموتور لامب انتر، هضغط على اي حاجه غلط انتر، يبقى بليز انتر ذا كوريكت باسورد. هنضغط على باسورد باك سبيس هيقول لي بليز انتر ذا باسورد. دلوقتي بكتب باسورد اهي، مش هضغط على انتر ولا هضغط على الباك سبيس في اي وقت انا عايز انهي البرنامج. خلي بالك اللمبه شغاله والموتور شغال، انا هضغط على سلاش عندي، لكن في التنفيذ العملي هضغط على اسكيب ان انا هغيرها في الكود في التنفيذ العملي. خلي بالك من الحته دي، انا هضغط على سلاش. سلاش يعمل ايه؟
مش هدخل الباسورد اعمل لها تشيك، لا ده مباشره ينهي كل حاجه. بص كده الباسورد اهي ما عملهاش تشيك هي صح ولا غلط، لا ده مباشره اطفى الموتور واللامب، لو البزر كان شغال برده كان هيطفيه، هقول اول ديفايس تيرن اوف ورجعني لبدايه البرنامج بليز بريس اس تو ستارت. لو انت بعد كده عايز ترجع تشغل البرنامج اضغط له اس عشان تشغل. دي كانت فكره البرنامج النهارده، ولو استفدتوا حسيتوا البرنامج كانت فيه فكره حلوه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عندكم اي استفسارات سيبوها لنا على اي تعليقات اسفل الفيديو، وشكرا جزيلا.